كاين انطلاقة ديال الأسطول ديال النقد الحضاري ديال من جهة الخبرة. من شأن هذا الشيء خفف ديال التنقل داخل مدينة جنيفة والجماعات المحيطة بها في إطار جهة الخبرة. اليوم كنا كنتظروا كما كنتظروا في المسلمين. الانطلاقة اليوم هي انطلاقة إن شاء الله باش غادي تزيد حتى في المشهد ديال مدينة جنيفة واللي كيدخل في واحد الإطار ديال الإصلاح ديال المدينة لا من ناحية إعادة الهيكلة لا من ناحية يعني الأسطول النقل الحضري ديالها. اليوم يمكن لنا أننا نهنئوا نفسنا على هذا العمل، نهنئوا نفسنا يعني كأعضاء ديال مجموعة الجماعات الجهيدة الكبرى كمكتب عمل سير، نهنئوا نفسنا على هذه الخطوة هذه اللي إن شاء الله كنشوف في هذا المعمل غادي تزيد وغادي تساعد في التنمية المحلية ديال الجهيدة والتنمية ديال الجهيدة الكبرى. السيد رئيس البنيه التحتيه، لا تواكب تطلعات المدينه، النقل الحضري الجديد والاسطول الجديد، ولكن البنيه التحتيه ما زالت مهترئه. اولا البنيه التحتيه متفق معك هي ما زالت حفره لكل مواطن اصبح اليوم. لا مش حفره لكل مواطن، راه المواطن كتجي تحقق وحده. ولكن عمليا انت كصحفي راك تدخل في اطار النبض ديال المجتمع، مش عارف تحسب نفسك يعني في المعارضه، ولكن يمكن نقولوا بان راه كاين مشاريع مستقبليه بالنسبه للمدينه اللي غادي تحد ان شاء الله من هذه الوضعيه المستقبليه للبنيه التحتيه. فيها عندنا ما يفوق 150 الف متر مربع ان شاء الله في قلب الاشغال ديالها قرع يعني لا واحد شهر شانس ديال اصلاح ديال الاصحاب ديال المدينه. عندنا الطرقات، عندنا الاناره العموميه، عندنا هذا. هناك ورش كبير ستعرفه مدينه الجريده خلال الاشهر القليله القادمه، من شانه انه يغير من الوضع الحالي المتردي ديال البنيه. الجوده مزيانه والجوده مزيانه. اش كيتضمن هذا الاصول اليوم؟ شحال من حفيظه وفي المزار اللي غيدور فيه؟ هذا الاسطول غيدور في الجماعه ديال مول عطله، وجماعه الشهيد حسين، وسيدي علي بن حمدوش، وجماعه ديال الحوزيه، وديال ازمور، وهذا الشديده، ست جماعات. عدد الحافلات اللي كاينه في المجمع هما 60، دابا غادي نطالعوا تقريبا مش بعيد، حيت هما كيقولوا حكم كاين في الاتفاقيه عندنا حنا السنه الاولى خاص يكون عنده 60 ان شاء الله. ودابا الامور كما كتشوفوا راه شحال الحجم ديال الاستثمار ديال هذا الحجم؟ شحال تقريبا؟ اللهم حفظهم كل شر، وحفظهم كل الفروح، اللهم انجح مساريه في المجاهد المساريه على المستوى الاسلامي وعلى المستوى القاري وعلى المستوى العالمي، اللهم وفقه يا ارحم الراحمين. سعادة العميل راه كيقوم بواحد الاعمال لهذا البلاد هذا، اللهم اعينه، اللهم احفظه، اللهم انجح مساريه، وجميع الاخوان الذين يتعاونون مع الموظفين واداريين ومنتخبين وجميع المواطنين، اللهم اعين الجميع.